السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا الواقع النقل بالسكك الحديدية في ولاية الأغواط بمناسبة زيارة وزير النقل الجديد إلى ولاية الأغواط للوقوف على آخر المشاريع نتاع السكك الحديدية في الأغواط، وهي في الحقيقة تتمثل في الخط نتاع السكك الحديدية شمال جنوب، واللي يقع يعني جزء منه يقع في ولاية الأغواط، واللي يمتد يعني في الأشهر القليلة القادمة تبتدئ الأشغال باتجاه ولاية غردايا. إذن وكذلك نلاحظ أنه فيه زوج محطات في ولاية الأغواط، محطة في الوسط المدينة تاع الأغواط، وكذلك محطة سيدي مخلوف التي تقع كذلك في ولاية الأغواط. نقطة مهمة جدا أريد أن أؤكدها هي أنه كل الخطوط التي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة في عبر كل ولاية الوطن هي يعني الرواق مفتوح لزوج خطوط، باش تتم زوج خطوط في كل المنشآت الفنية التي تمت يعني أنجزت يعني فوق هذه الخطوط، فهي تتسع لزوج خطوط السكك الحديدية، لكن تم إنجاز خط واحد للسكك الحديدية، ولكن الفضاء يعني الكولوار الرواق هو مفتوح باش يحتوي زوج خطوط. إذا ممكن في المستقبل في السنوات المقبلة سوف يتم ازدواجية كل هذه الخطوط تاع السكك الحديدية. إذا إلا في بعض المقاطع وين تكون ضرورة لإنشاء زوج خطوط خط مزدوج، فالأمر يكون فيه زوج خطوط. أما في باقي الخطوط ف يعني بالنسبة للوقت الراهن تم إنجاز خط واحد في هذه المشاريع. أترككم تتابعون يعني ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.